في تونس بين النقابة والوزارة في وسطهم تلميذ مش فاهم روحه، هو من أصله مش فاهم روحه من الأول ساعة، بالنظام البيداغوجي بالكرتابة اللي ديجا 5 كيلو 6 كيلو في ظهره، بغيره من المشاكل اللي موجودة. فما حقوق لازم ندافع عليها باش ناخذوها وهذا حقك، لكن ما ناخذش حقي على حساب غيري. شكرا على الاستضافة. انت انطلقتي في البداية من حجب الأعداد والتلميذ الضحية وحصرتي زادة أن المشكل كان بين النواب ووزارة التربية. المشكل أعمق من ذلك، لأن المشكل مشكلة النواب وما حدث في مفتتح السنة الدراسية هي مشكلة افتعلتها وزارة التربية بالعون المكلف ثم العقد المنذر والمقاطعة اللي دامت أكثر من شهرين واللي حرم فيها مئات التلاميذ، مئات الألاف من التلاميذ، لأن حسب إحصاء وزارة التربية أنا 150 ألف، ولكن حسب إحصائنا احنا أكثر، على الأقل ما أقلش من 400 ألف تلميذ بين الذين حرموا كليا أو جزئيا يعني. والآن الحجب ما هوش خاص بحكاية، لأنه توصلنا إلى اتفاق 16 نوفمبر على أساس أن 16 نوفمبر يكون في موفى نوفمبر ثلاثة لجان أنهت أشغال، أولا الساعة الترسيب، يعني الامر الخاص بترسيم الاعوان الوقتيين انه ينزل في فان نوفمبر، ينزل في فان جانفي. اثنين، معليش هذا ساليه الوزاره وساليه الحكومه. اي انت تتواصل مع الوزاره ولا تخدمها؟ اي، لان داخله في المماطله نتاعها. اي بالضبط، داخله في ربح الوقت، داخله في يعني التسويق اللي تبعت وزاره التربيه. الوزاره تربح في الوقت ومش رابحه منظوريها وتلمذتها؟ تو نجي نقول لك مش رابحه، مش رابحه بطبيعه. الوزاره اتخذت التلاميذ رهائن والمعلمين رهائن، اللي يقولوا رهائن، علاش؟ لانه العون اللي كان يحكي عليه خونا عادل ولا النايب ولا خارج الاتفاقيه والا المعلم في حد ذاته وقت اللي ما يخلصش لك. ما يخلصش لك، مش مفتتح السنه الدراسيه لحد الان ما يخلصش، وفيهم المتزوجين. اذا مش رهان هذوك، كيفاش باش يكون يؤدي واجبهم اذا كان انت ما تعطيش حقوقه؟ كيفاش باش تكون العمليه التربويه يعني يساهم في تجويد العمليه التربويه وقت اللي هو يبدا ما عرفش مش لابس بكدا، وقت اللي يبدا ما يلقاش باش يخلص كراه؟ تعرف اللي ثم شكون باعوا دبوس الغاز نتاعهم؟ تعرف شكون ثم خرجوهم من المساكن نتاعهم لانهم ما خلصوش الكراه غادي؟ هذا قلت لك مشكله النواب، لكن راهو المشكل العام، لانه احنا خلينا احنا في العمق توي، احنا عندنا لوائح مهنيه من 29 اوت عملنا هي اداريه وعندنا لائحه مهنيه وقدمناها لوزاره التربيه فيما يخص مطالب القطاع، مطالب القطاع عديده، فيها مطالب يعني تعنى باصلاح المنظومه التربويه، فيها مطالب تعنى بالغاء سياسه تشغيل الهرش في قطاع التربيه. اصلاح والا اقتراح زاد منكم باش كيفاش نصلح؟ احنا في 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 كل في كل اللجان اللي صارت ما يسمى بتطوير البرامج كان لنا دور ودور فعال فيه. ماناش نتفرج وماناش نجلسوا على الربو، هذه من ناحيه، فيها ظروف العمل داخل المؤسسات التربويه، لان كيف كان يحكي لك اخ رمزي، لان المدرسه غير جاذبه، والمدرسه يعني راهي تعاني، واهترأت البنيه نتاعها، نقص في التجهيزات، نقص في وسائل العمل بصفه عامه، هذه ظروف العمل، سحب الفصل 35 بالنسبه لي.